بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد ذاتا واسما ووصفا. أعزائي الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى أجمعين. فيما يلي إن شاء الله سوف نكون معا يعني في هذه الحلقة حول نتحدث حول المقرر الذي هو معروف لديكم، تطور النظام التعليمي في السودان. وفي عجالة سوف نتعرض إلى أهم المحطات الرئيسية التي تطور فيها نظام التعليم في السودان، بدءا من المرحلة القديمة، مرحلة ما قبل الهجرات العربية الإسلامية، وثم بعد ذلك نبدأ يعني الحديث عن النقطة أو المحطة الفارقة اللي هي دخول العرب إلى السودان في عام 641، ثم نتحول بعد ذلك إلى يعني الممالك السودانية المعروفة التي أدلت بدلوها وأعطت ومنفكت حتى سقوطها، وعلى رأسها مملكة الفونج التي استمرت حتى يعني دخول إسماعيل باشا إلى سنار في يونيو 1821. ثم بعد ذلك نستمر حتى يعني اندلاع الثورة المهدية، وثم نستمر في الثورة المهدية وعهد المهدوي إلى أن دخل جيوش كيتشنر إلى الخرطوم، وفي المعركة الشهيرة الفارغة أو المشهودة المعروفة معركة كرري. وفي كرري أبطال تحدث عنهم التاريخ، ومن ساعتها بعد استبسال السودانيين استبسالا كبيرا بدأ الحكم البريطاني المصري البريطاني أو الحكم الثنائي كما يعرف في الأدبيات. هذا الحكم استمر فترة طويلة أكثر من حوالي 57 عاما، الاستغلال بعد ذلك، ثم الحكومات الوطنية، ثم حكومة السيد إبراهيم عبود، وهذه من 58 إلى اندلاع ثورة أكتوبر الشهيرة 1964، ثم بعد ذلك عهد مايو جعفر محمد نميري، وما كان من إصلاحات أو محاولة إصلاح نظام التعليم. ثم بعد ذلك نستمر إلى قيام ثورة الإنقاذ في يونيو 89. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ ولعل الحديث في هذه الفترة يكون مهم عن مؤتمر سياسات التربية والتعليم في سنة 90. فهذا هو الشيء الذي سوف نتحدث عنه، لكن على دفعتين إن شاء الله. ففي هذه الحلقة نبدأ حديثنا إن شاء الله معا حول الهجرات التي يعني كانت قبل دخول العرب إلى الإسلام، ولعل هذا يعني يتصل بالحكم والاحتلال أحسن نقول المصري القديم. فمثلا فبنلقى أن السودان يعني من يومه كان يعني ليس مغلقا وليس مقفولا على نفسه، بل كانت مصر هي البوابة الشمالية التي يعني اتصل منها إلى العالم أو على العالم. فكانت التجارة المتبادلة، كان الرحالة، كانت قوافل التجارة إلى آخره، يعني هذه كلها كانت صلات مع مصر. ثم نجد أنه هذا في فترة ما قبل الهجرات العربية أهم المحطات الاحتلال المصري، أقصد الاحتلال المصري القديم، وهذا في عهد الأسرة الفرعونية الوسطى، وانتهاء بالابتداء الأسرة الحديثة التي كانت يعني بدايتها في عام 1050 قبل الميلاد. هذه هي فترة يعني لا يمكن أن ننساها، باعتبار أن العلاقة بين مصر وبلاد النوبة كانت عامرة،
وكان يعني هنالك اتصال، وكانت هناك هجرات. يعني على سبيل المثال كانت في هجرات منظمة من المصريين إلى بلاد السودان، ولعل هذا كما يقول المؤرخون أنه يعني كان سببا في يعني أن تكون الأهرامات في السودان أكثر من في العدد أكثر من الأهرامات في مصر. هذا يعني أنه في نوع من التلاقح وفي نوع من التواصل ما بين بلاد النوبة ومصر. ثم كانت الهجرات العربية بدءا بحملة عقبة بن نافع في عام 640. في هذه السنة يعني أو في هذا العام يعني كانت هذه المعركة بداية دخول العرب للسودان، ومعظمهم كانوا رعاة إبل وانتشروا في أقاليم السودان المختلفة، ولكن لم يصلوا إلى جنوب السودان نسبة لعوامل المناخ وعوامل ذوبة التسيتسي التي يعني تعوق رعي الإبل كما تعلمون. ثم بعد ذلك نجد الهجرات كانت منظمة، هجرات العدنانيين وهجرات القحطانيين، فهذه يعني هي القبائل الحجازية التي وفدت للسودان، ومن ثم يعني تكونت القبائل يعني بالنسبة للقسم العدناني والقسم القحطاني أو الجهني. هذا هو الحال بالنسبة لقبائل السودان بعد دخول العرب إلى السودان، وهذا كان بالتدريج بطبيعة الحال. نأتي إلى المحطة الأخرى المهمة اللي هي محطة مملكة الفونج الشهيرة التي استمرت من مطلع القرن السادس عشر تحديدا 1504، ولم تنتهي إلا بعد أن دكت يعني جيوش إسماعيل باشا دكت يعني حصون سنار، وكان ذلك في يونيو 1821، وكانت هذه خاتمة يعني أو نهاية السلطنة الزرقاء كما كانت تعرف. ثم بعد ذلك أو من ذلك التاريخ بدأ الحكم التركي في السودان، الحكم التركي المصري، ولعل ما محمد علي باشا والي مصر هو الذي أمر بالفتوح فتح السودان لأغراض كثيرة، المال والرجال، علما بأنه كان دائما ينوي يعني تكوين جيش كبير وقوي لتوسيع المال الحكم حقه في البلاد المجاورة. الشيء الآخر كان يطمع في الذهب، وكان يسمع القصص من الوافدين من السودان عن غنى منطقة جبال بني شنقول بالذهب، فهذا قد يكون سبب. وقد يكون العامل الآخر يتصل بطموحات محمد علي باشا، كان رجلا طموحا، هذا بالإضافة لأن محمد علي أراد أن يعني أن يقضي على فلول المماليك الذين قضى عليهم في مصر ثم تسربوا إلى السودان وتحديدا في بلاد النوبة، فكان هذا هدفا يعني يرمي لتحقيقه محمد علي باشا. في عهد محمد علي باشا بصفة عامة أو في فترة الحكم التركي بصفة عامة هنالك ثلاثة محاولات لإدخال الثقافة، الثقافة العربية الحديثة والتعليم. المحاولة الأولى أن محمد علي باشا كان مهتما بناحية الزراعة، وبالتالي يعني دعا إلى إرسال أبناء السودان وحدد عددهم بستة، وحدد أن يكون هؤلاء الأبناء من 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 طبقات يعني الطبقات الطائفية العشائرية، أبناء الأعيان المقربين، باعتبار أن هؤلاء دائما يتعاطفون مع يعني السلطة الحاكمة، وهذا شيء معروف يعني في كل البلاد. الطبقات الحاكمة ذات المركز الاجتماعي دائما تحاول أن تتقرب إلى السلطة، أو على الأقل تتعاطف مع السلطة ولا ترفع عصا يعني العصيان على السلطة. هذه هي المحاولة، وفعلا بعثوا ستة من أبناء السودان لتعلم الزراعة وفنون الزراعة في القاهرة، ثم بعد أن أكملوا دراستهم ذهبوا إلى مدرسة الألسن لكي يعني
يتمتعوا بشيء من اللغة وشيء من الحضارة وشيء من الفن والفنون إلى آخره، على باعتبار أنه هذا شيء مهم. ثم المحاولة الثانية اللي هي مدرسة الخرطوم الأولية 1853 في عهد الخديوي عباس، الخديوي عباس الذي حكم 6 سنوات من سنة 1848 إلى 1854. والغريب في الأمر أن عباس باشا لم يكن محبا للعلم ولا للتعليم ولا المدارس، لكنه فتح هذه المدرسة في الخرطوم، اللي هي هذه المدرسة كانت في موقع برج البركة الموجود الآن في الخرطوم. هذا أول حدث مدوي في السودان في مجال التعليم. لماذا؟ لأن هذه أول مدرسة نظامية في تاريخ السودان. التعليم قبل ذلك كان شعبيا، كان أهليا، لا تشرب عليه الحكومة ولا تصرف عليه الحكومات إن كانت هنالك حكومات مركزية. إذن هذه المدرسة لماذا أنشأ؟ أنشأ هذه المدرسة لكي يكون رفاعة رافع الطهطاوي الأديب المصري المعروف الذي درس في فرنسا وتشرب بفنون فرنسا وحضارة فرنسا، وكان يعني رجلا أديبا، فحاول يتخلص منه، فبالتالي فتح هذه المدرسة ليكون هذا الأديب مديرا لها حتى يبعده وينفيه للسودان، ولم يكن رفاع رافع الطهطاوي يعني راضيا عن ذلك. هذه المدرسة لم تستمر كثيرا، قفلت، لكنها فتحت ثاني في عهد الخديوي سعيد الذي جاء بعد الخديوي عباس. المحاولة الثالثة هي فتح 5 مدارس أولية في الخرطوم وفي بربر وفي ظنقلة وفي كسلة أو التاكة في ذلك الزمن ولبيد. هذه ال5 مدارس أيضا تعتبر نقلة كبيرة. لماذا؟ لأنها ضمت 500 تلميذ، و500 تلميذ هو عدد ضخم بمقاييس ذلك الزمن. هذه المدارس فتحت في عهد الخديوي إسماعيل باشا الذي حكم مصر من 1863 إلى 1879، وكان رجلا محبا للعلم والثقافة، وأيضا كان مهتما كل الاهتمام بتجميل الخرطوم وتخطيط مدينة الخرطوم من ناحية الشوارع ومن ناحية المباني وإدخال المدنية يعني في الخرطوم. وكلكم تعلمون أن الخرطوم في ذلك الزمان ليست هي الخرطوم والآن. إذن هذه هي 3 محاولات. هذا الوضع استمر إلى أن يعني دكت جيوش المهدي وحاصرت المهدي عليه السلام وحاصرت الخرطوم، وسقطت الخرطوم في يناير 1885 بمقتل غردون. غردون اللي هو كان آخر حكيم دار للسودان في الحكم التركي المصري. ولعل هذه الحادثة ألمت الإنجليز والبريطانيين كثيرا، وغضبوا غضبا شديدا، وحاولوا أن ينقذوه، لكن للأسف يعني هذه الحملة لم تصل، يعني للأسف الإنجليز طبعا لم تصل إلا بعد متأخرة بيومين بعد أن قتل قردون. كانت هذه هي نهاية الحكم التركي المصري في السودان. ثم بعد ذلك جاء عهد جديد اللي هو العهد المهدوي الذي استمر، السيد المهدي لم يعيش كثيرا وإنما عاش 6 شهور فقط بعد فتح الخرطوم والسقوط الكبير للخرطوم. ثم خلفه الخليفة عبد الله التعايشي، وكان رجلا شديدا قويا، ولكن عهده اتسم بالحروبات الكثيرة وأيضا الفتن والمكايد والحروبات الأهلية التي تنشب من وقت لآخر. ففي عهد المهدية عادت الخلوة مرة أخرى بقوة، بمعنى أن المدارس النظامية التي فتحت في عهد الحكم التركي المصري أغلقت تماما باعتبار تعليم وافد وتعليم غير مناسب للسودانيين ولطبيعة السودانيين وهكذا. ثم عادت الخلوة بالطريقة التي نعرفها في كل قرية،
فيها شيخ، والخلوة هذه كانت يعني أهلية لا تشرف عليها الحكومة ولا تصرف عليها الحكومة، بل كانت الخلوة تعتمد على مساعدات وهبات الميسورين من الناس وما شاكل ذلك. ثم بعد ذلك يعني نجد أن هذه الخلوة يعني رغم الحروبات الكثيرة ورغم اشتراك الحيران والمشايخ في الجهاد عندما تنشب الحروب، وكان الخليفة عبد الله حريصا على إشراك هؤلاء في الحملات أو في الغزوات أو في تلك الحروب المهدوية، إنه غضت على عدد كبير من الحيران على الرغم من هذه الأشياء، إلا إنه الخلوة لعبت دورا كبيرا في نشر اللغة العربية وأيضا علوم الدين بأشكال مختلفة وعلوم القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده وأيضا الفقه بأقسامه المختلفة. إذن كان المهدي أو خلفاء المهدي خليفة المهدي حريصا كل الحرص على ذلك، فكان يشجع وكان يعزز هذا النوع من التعليم. يعني نستطيع أن نقول أن الخلوة هي المؤسسة الوحيدة المعروفة في عهد عهد المهدية كله. كذلك لا ننسى أنه في عهد الحكم التركي محمد علي فتح الباب واسعا للإرساليات المسيحية الكنسية بأنواع المختلفة الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأمريكية وغيرها، فتح الباب لها جميعا لكي تنتشر في السودان وتبشر وفي الشمال وفي الجنوب، وأعطاها الأراضي بالمجان ويعفوها من الضرائب. لماذا فعل محمد علي باشا وخلفاؤه ذلك؟ لكي يرضوا الأوروبيين، لأنه محمد علي باشا وخلفاؤه كانوا يعلمون أنه لا يمكن أن يفعلوا شيئا إلا برضا الأوروبيين، وكان الأوروبيون يعني يطمعون في شيء محدد اللي هو الاستثمار، استثمار واستغلال خيرات السودان. فإذا يعني نستطيع أن نقول إنه هذا هو السبب. فالإرساليات كانت تنتشر بكثرة، وكان يعني مؤمن لها الإقامة وكل شيء، ولكن هذه الإرساليات يعني أبطلت مدارسها وقفلت مدارسها التي كانت تفتح لأغراض ثلاثة، منها يعني إدخال الزنوج في المسيحية وحماية التجار المسيحيين ومحاربة تجارة الرقيق. هذه كانت أهداف ثلاثة بالنسبة للإرساليات، وكانت تقدم الخدمات يعني الأكل والشراب والمساعدات الصحية والطبية إلى آخره حتى تستميل الناس. فهذا ما حدث بالنسبة للإرساليات، أنه أبطل عملها تماما. ثم بعد ذلك يعني ضعفت الدولة المهدية ونتيجة الحروبات الداخلية ومشاكل ذلك. ثم بعد ذلك جاء التفكير من بريطانيا في أنه لابد من احتلال السودان لأسباب كثيرة، الناحية الاستعمارية، استغلال الخيرات السودانية، هذا بالإضافة إلى المنافسة مع الدول الأخرى لا خاصة فرنسا. فرنسا حسب يعني مقررات مؤتمر برلين 1884 الذي نظم تقسيم البلاد بين المستعمرين حتى لا يحدث تصادم بين الدول الأوروبية فيما يخص المستعمرات، فكانت منافسة الأولى هي فرنسا من ناحية غرب السودان غرب أفريقيا. فكان التفكير البريطاني في احتلال السودان يعني منصب على أنه صد أو يعني الحد من أطماع فرنسا في السودان. هذه ناحية. الشيء الآخر أو عامل آخر اللي هو انتصار الأحباش على الطليان على إيطاليا في معركة عدوى المشهورة،
وكان ذلك في عام 1896، وكان هذا الانتصار يعني مخزيا بالنسبة لإيطاليا وبالنسبة للأوروبيين، ومزعجا بالنسبة لكل الدول الأوروبية، لأنه كيف يتسنى لأحباش في ذلك الزمن أن يهزموا جيوش إيطاليا المسلحة المستعدة؟ فهذا الشيء يعني جعل بريطانيا تفكر، لأنه إذا كان الأحباش بينتصروا على الإيطاليين هذا يعرقل استعمار السودان إذا تأخر. هذا بالإضافة إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو أنه سرت إشاعة. ما هي الإشاعة؟ أنه ملك الحبشة يعني عقد اتفاقية أو يحاول يعقد اتفاقية مع الخليفة عبد الله أنه يتحدوا مع بعض، وهذا شيء مزعج كل الإزعاج لإنجلترا بريطانيا. لماذا؟ لأنه إذا اتحدوا مع بعض هذا سوف يصعب من مهمة الاحتلال فيما بعد، فحاولوا أن يقطعوا الطريق على كل هذه المحاولات أو صدقوا الإشاعة، وبالتالي أخذوها مأخذ الجد. هذا ما حدث. احتل السودان. المحطة المهمة اتفاقية يعني الحكم الثنائي، هذه الاتفاقية التي عقدت يعني في 1899 بعد أن يعني قضوا على يعني الخليفة عبد الله في معركة ديمقراط الشهيرة في 1800 نوفمبر 1899، عقدت هذه الاتفاقية على أساس أن تنظم العلاقة في الحكم بين مصر وبريطانيا. الحكم التركي المصري البريطاني الثنائي لم يكن متكافئا، بمعنى أنه كانت مصر مشركة في الحكم اسميا، السلطة الفعلية كانت في يد البريطانيين. ومن أهم الأشياء التي وردت في هذه الاتفاقية اللي فيها 12 بند، في البند اللي هو يختص بتعيين الحاكم العام، الحاكم العام لابد أن يكون بريطانيا وبموافقة بريطانيا، ليس للخديوي في مصر أن يعترض على ذلك، هذا هو نص الاتفاقية. طيب، ما هي الأحوال في السودان عشية احتلال الإنجليز للسودان عندما دخل كيتشنر السودان؟ نلقى أن الأحوال كانت يعني بائسة إلى حد كبير، الزراعة مهلهلة تقليدية، ونجد بعد ذلك يعني الجيش كان ضعيف، نجد الأمراض، نجد الأوبئة، قلة السكان لم يتعدوا 2 مليون أو أقل من ذلك، هذا بالإضافة إلى أن أعمال الري كانت بدائية إلى آخره. فهذه هي الأحوال في عشية الاحتلال، الاحتلال الإنجليزي أحسن تقول للسودان. ثم بعد ذلك بدأ الإنجليز يرتبون أمورهم في السودان في ناحية التعليم. فأول شيء عملوه الإنجليز رسم السياسة التعليمية، فلسفة التعليم. طبعا هذه الفلسفة يعني فلسفة استعمارية تقوم على مصلحة المستعمر، اللي هي استنزاف العقول واستنزاف الموارد. فجاء جيمس كاري، جيمس كاري اللي هو أول مدير لمصلحة المعارف سنة 1900، جاء وأصبح مدير للمعارف، وأول شيء عمله جيمس كاري أنه وضع السياسة التعليمية وحدد 3 أهداف للتعليم، اللي هو يعني تعليم السودانيين في حدود ضيقة، التعليم على قدر الحاجة، أنه عدم التوسع الشديد في التعليم، لأن هؤلاء الناس لو تعلموا سوف يعرفوا مصالح ويزوروا. وكما قال الأديب الساخر الإيرلندي برنارد شو، أن الفقراء لا يدخلون الجنة، يعني عنده مقولة زي دي، ومعناها أن هؤلاء الفقراء يعانوا من كل البؤس وكل الفقر وكل المصائب، فإذا غضبوا يحرقون الأخضر واليابس. فهذا ما كان يخاف منه اللورد كرومر المندوب السامي في القاهرة والبريطاني طبعا، وجيمس
عسكري. فإذا الهدف الثاني الصناع المهرة، تكوين طبقة من الصناع المهرة حتى يساعدوا يعني أغراض المستعمر أو يدعموا أغراض المستعمر. هذا ده بالإضافة إلى أنه يعني أبناء العيان، تعليم أبناء العيان والعشائر باعتبار أنه هؤلاء سوف يكونوا السند بالنسبة للحكم فيما بعد. يعني هذه لمحات، هذه محطات سريعة عن هذه الفترة الأولى من حقبة تاريخية طويلة منتشرة. فإن شاء الله يتواصل الحديث عن الحكم الثنائي ثم الحكومات الوطنية بعد الاستغلال 1956.